us from the rock. So in his words, I'm completely grateful. في البداية سيدة غبينا بالنيابة عن سيد الوزير يعتذر عن عدم قدرته على المجيء اليوم من جبل طارق، ولكنه يثق كل ثقة في فريقه من هيئة خدمات الثقافة في جبل طارق ممثلة في غبينا مرة. To read the minister's words, I am particularly grateful to the hosts of today's event, Elena Malika, for the hospitality today and the hospitality you showed me during my visit last week, having been through a transformation of our own botanic gardens into Buddha's Alameda. I cannot but admire the tremendous work that has been and is being done in Durango. I look forward to visiting again soon and to working in partnership with Itangio Botanical Gardens to further our aims in education, conservation and beyond. أولاً سيدة غبينا تقدم جزيل الشكر للسيدة لالا ملك العلوي شريفة لالا ملك العلوي لاحتضاننا اليوم ولاحتضانهم في اجتماعهم في الأسبوع الماضي وهي تعبر عن سعادتها بما وجدته في الحدائق من تقدم ومن جمالية الحدائق. Mrs. Davina Lamara will now present a presentation box of the coins on behalf of the Honorable Minister Dr. John Cortes to Sharifa Lela Malika El Alawi as a token of appreciation for all her help and cooperation. ستقوم سيدة غبينا بربر بتقديم هدية لها نيابة عن معالي الوزير الدكتور جون كورتيس، وهذه الهدية هي عملتين تذكاريتين التي يوثقها رسميا اليوم تحملان رقما محببا الى قلب شريفة لالا ملكة. هذا المساء كنتواجدوا في حدائق دونابو باش كنعلنوا على اصدار عمله نقديه من فئه 5 جنيهات استرلينيه اللي هي كانت اخر عمله وقعت الملكه اليزابيث الثانيه الراحله قبل ما تمشي توارى الثرى ديالها، وايمانا منا والعائله الملكيه في بريطانيا بان العلاقات التاريخيه اللي كتربط المغرب بصخره جبل طارق كانت دائما علاقات قويه وخصها تزيد القدام على جميع المستويات، وهذه غير فقط محطة من محطات كثيرة غادي تجي في المستقبل القريب. هذه العملة النقدية تحمل صورة طارق بن زياد الذي فتح الأندلس، وصخرة ديال جبل طارق هي تسمات بجبل طارق نسبة إلى طارق بن زياد، ولذلك باش تحتفي بهذه العلاقات يجب التذكير بهذا التاريخ الكبير اللي كان ما بين الأندلس وجبل طارق والمغرب. وفي الصورة الأخرى اللي لقينا اللي كتجسد هذه العملة النقدية أيضا سفينة مونسكالبي اللي كانت كتربط المغرب بجبل طارق في بداية السبعينات حينما قامت دولة إسبانيا بإغلاق الحدود مع جبل طارق، وقام المغرب بإرسال سفينة مونسكالبي محملة بجميع المواد الغذائية مواد البناء وأيضا اليد العاملة اللي عودت العمل لإسبانيا آنذاك، ونحن متحمسين أكثر ونطمح إلى أكثر وأكثر من التقارب على جميع المستويات. حاضرين اليوم هنا في هذا الفضاء الجميل الرائع حدائق دونابو بحضور شريفة لالا ملكة وكذا جمعية جبل طارق للتعاون. اليوم بحال اللي كتعرفوا بحال دائما دابا في برنامج العمل ديالنا ان العلاقات الدبلوماسيه يعني الموازيه كتحظى بواحد الحيز جد مهم في الاشتغال ديال المكتب، ونحن مقبلون على توقيع واحد اتفاقيه مع شراكه مع جبل طارق، ودائما يعني لا ننسى العلاقات التاريخيه اللي ربطت بين المدينتين، وهذا اللقاء كان بمناسبه الاحتفال بالاطلاق الرسمي للعملات المعدنيه التذكاريه التاريخيه والتي تكرس لتلك العلاقه المتينه التاريخيه التي جمعت بين البلدين. Aujourd'hui nous avons présenté des pièces de monnaie avec l'effigie de la reine d'Angleterre et l'effigie de Tariq Ben Ziyad, et également les ferries et les avions
qui ont permis, à l'époque où la frontière était fermée entre Gibraltar et l'Espagne, de constituer un lien aérien et maritime entre Gibraltar et le Maroc et permettre à la population civile d'avoir une opportunité de sortir de Gibraltar librement.